مرحبا بكم متابعين الأوفياء. اليوم سوف نتكلم عن كيفية معرفة الحمل عن طريق السرعة، وهل تعتبر هذه الطريقة فعالة وناجحة في تأكيد الحمل؟ بصرف النظر عن الاختبارات وأعراض الحمل الواضحة التي يمكن أن تؤكد الحمل، هناك أيضا بعض الآراء التي تقول أنه من الممكن معرفة الحمل عن طريق لمس البطن والسرعة. واحدة من هذه الأفكار التي كانت لدى العديد من الجدات والتي لا تزال محفوظة في العديد من الأماكن اليوم، هي أنه في مرحلة البحث عن الحمل كانت المرأة تلمس بطنها باستمرار حتى تتعرف على شكله جيدا، وبعد أيام من المباشرة الزوجية تفحص المرأة بطنها من جديد في محاولة لملاحظة التغير في شكل البطن. يتم هذا الفحص بمساعدة شخص يجعلك تستلقين على الظهر، ثم يضع كفه على السرة وأذنيه على بطنك، ثم يبدأ بالضرب على كفيه. إذا لم يسمع أي صوت أجوف يعني أنك حامل، وإذا سمع صوت أجوف يعني ذلك عدم حدوث الحمل. هناك العديد من الوسائل المضمونة للتأكد من الحمل، من بينها نجد اختبار الحمل المنزلي، إلا أنه لا زالت بعض النساء تلجأ لطرق تقليدية ومنزلية على الرغم من عدم وجود مصادر علمية تؤكد هذه الطرق وفعاليتها. كواحدة من هذه الطرق، هناك من يعتبر أن لمس البطن للتأكد من وجود نبض على مستواه أو غيابه من خلاله يمكن معرفة وجود الحمل من عدمه، فهناك من يعتبر سماع النبض دليل على أن المبيض مستعد لإطلاق بويضات جديدة، ما يعني عدم حدوث الحمل، في حين يشير غياب النبض إلى الحمل. لكن يجب أن نذكر أن هذه الطرق غير مضمونة ولا يوجد أي دليل علمي يؤكد صحتها. بعد أن أجبناك على سؤالك، يجب معرفة أنه بمجرد أن تصبح المرأة حامل تحدث بعض التغيرات لديها في السرة، فعادة ما تظهر التغيرات في السرة لدى النساء الحوامل في الثلث الثاني من الحمل، أي من الشهر الثالث إلى السادس، عندما يستمر الرحم في التوسع حيث يدفع البطن إلى الأمام وبالتالي تندفع السرة. قد تشعر بعض النساء بالألم في منطقة السرة، ربما بسبب وجود السرة في أراق جزء من جدران البطن. كذلك قد يؤدي الضغط الزائد على السرة إلى الإصابة بالحكة وعدم الراحة، ويمكن أن تصبح السرة مسطحة مع توسع المعدة مع نمو الجنين، فيصبح مسطحا ومشدودا على الجلد. كما يؤدي زيادة الوزن وتغيير الأعضاء إلى تمدد الجلد والعضلات حول البطن، ما يسبب انفصال العضلة المستقيمة البطنية إلى نصفين، مما قد يسبب ألم في السرة. تعود السرة لوضعها الطبيعي نسبيا بعد بضعة أشهر من الولادة.